واصل المنتخب الوطني المغربي صباح اليوم تداريبه تأهبا للمواجهة التي تجمعه بمنتخب الكوت ديفوار الجمعة المقبلة لحساب ثاني جولات المجموعة الرابعة من منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر. وأكد طبيب المنتخب المغربي عبد الرزاق هفتي أن جميع اللاعبين جاهزين للمباراة القادمة، مشيرا إلى الإرهاق الذي شعر به بعض اللاعبين في مقدمتهم نجم أياكس أمستردام الهولندي حكيم زياش الذي ظهر في بعض الصور يقوم بتدريبات خاصة بعيدا عن التدريب الجماعي لزملائه. وطمأن عبد الرزاق هفتي الجماهير المغربية بشأن إصابة اللاعب يونس بلهندا الغائب عن المباراة الأولى ضد ناميبيا أنه بحالة جيدة إذ سيكون جاهزا لمباراة الفيلة. وتتجه أنظار عناصر المنتخب المغربي اليوم صوب ملعب السلام الذي سيشهد مباراة القمة التي ستجمع ساحل العاج ونظيره جنوب إفريقيا، وذلك لحساب نفس المجموعة التي يتصدرها أسود الأطلس برصيد 3 نقاط بعد أن حققت انتصارا صعبا يوم أمس على المنتخب الناميبي بنتيجة 1-0.